إن شاء الله سيعرف يعني توقيع اتفاقية شراكة بين المدرسة العليا للتربية والتكوين من جامعة بن زور والمجلس الجوي للسياحة، وتهدف هذه الاتفاقية يعني تكوين ودعم قدرات سائقي سيارات أجرة الذين يعملون في القطاع السياحي. ونتمنى ان شاء الله بانه هذه الاتفاقيه يعني يكون عندها واحد الصدى، ونتمنى ان نكون ان شاء الله في المستوى في اطار الخطه اللي رسمها المجلس الجهوي للسياحه لتحسين جوده النقل داخل المجال الحضري وتكوين سائقي التاكسيات على تعلم اللغات الحيه وخصوصا الانجليزيه والالمانيه. غينطلق هذا البرنامج هذا في اسرع وقت ممكن، ويهم واحد ما بين 60 حتى 100 سائق تاكسي لمده سنه ولا 9 شهور على حسب التكوين. وغتكون هناك واحد التقييم كل شهرين، غادي يكون واحد التقييم ديال العمل اللي دار والتكوين اللي دار، وهاد الناس غادي يكون عندهم دبلومات وسيرتيفيكات ديالهم اللي غادي تكون بامضاء المجلس الجهوي للسياحه وجامعه بن زور للتربيه والتكوين. البادره حنا خدمنا عليها منذ سنه 2019 بطلب المجلس الجهوي للسياحه. الحمد لله هاد البادره هادي غيكون عندها واحد الدور فعال في اعطاء واحد الصبغه جميله للمدينه ديال مدينه اكادير، خاصه الجميع يعلموا ان سائق سيارات الاجره له مكانه جد مهمه في الساحه، علما بان هذا السائق هو اول واحد يتلقى معه السائح عند خروجه من المطار وكذلك من الفندق، علما كذلك بان هذا السائح هذا كيطلب على الخطرات سيارات الاجره للتوجه مثلا الى مراكش او الصويره او ترودانت او المدن البعيده. فتصور بانه لمده 3 ساعة أو 4 ساعة يعني هذا السائح هذا غادي يتحاور مع هذا السائق، وبالتالي كنطلبوا باش أنه يكون السائق في المستوى من أجل إعطاء واحد الدينامية لمدينة أكادير وخاصة في المجال السياحي. وبالنسبة لهذه المبادرة هذه احنا كسائقين مهنيين يعني عجبتنا بزاف، غادي نخرطوا فيها لما كيلعب سائق ديال سيارة الأجرة الدور اللي كيلعب يعني في المدينة، يعني تقريبا نقولوا الواجهة الأولى اللي كيتلاقى معها السائح إلا كينزل ولا هو اللي كينزل من المطار كيولج كيلقى السائق ديال سائق سيارة الأجرة هو الأول اللي كيلقى. وإذا هذه المبادرة هذه بينا نتعلموا فيها اللغات الحية، وبداية غادي نبداو باللغة الإنجليزية واللغة الألمانية، وإن شاء الله الرحمن الرحيم نتمنى التوفيق للإخوان ديالنا السائقين باش ينخرطوا في هذه المبادرة بمشاركة الإخوان اللي ساهموا باش نقلوا للسائق واحد النوع ديال اللغة اللي كنعرفوا بأن مدينة أكادير مدينة سياحية. والان كما لاحظتوا بانه الاخوان كلهم انخرطوا، العدد ديالهم ديال 150 سائق اللي غتكون في البدايه غادي تنال واحد الشهاده وكذلك واحد البطاقه كمرشد في اللغه الحيه وهي اللغه الانجليزيه والالمانيه.